وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ خدمة الأيتام الله عز وجل أمر بها، وأمر بها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر بها أئمة الهدى عليهم السلام، ولا سيما أن هذا المشروع الآن باسم سيدي ومولاي منقذ البشرية الإمام المصلح أبا صالح المهدي عليه السلام. هذا المشروع مشروع دور الأيتام، بناء دور الأيتام باسم الإمام المهدي عليه السلام. البرنامج إذا تفعله وصل إلى أذان الناس ستجد هناك من يتصل بك ويقول لك أن هذه القطعة تشيدها على عاتقي الخاص وآخرين وهكذا، ومنهم من يتشارك في بيت اثنين أو ثلاث ومنهم أربعة وكل حسب إمكانيته، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا، لأن الله في حديث قدسي قال: إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي، فمتى ما ترحمنا بيننا إن الله تبارك وتعالى سيغدق علينا بالرحمة إن شاء الله. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وأما اليتيم فلا تقهر. يعني هذا اليتيم لازم ترضيه، هذا اليتيم لازم ترحمه، هذا اليتيم لازم تداريه. وفي الحديث القدسي: إذا بكى اليتيم اهتز له العرش. فيقول الله عز وجل للملائكة: ملائكتي، من هذا الذي أبكى هذا اليتيم؟ فيقولون الملائكة، يجيبون ويقولون: أنت أعلم يا الله. فيقول: وعزتي وجلالي، أنه من يرضي هذا اليتيم ومن يسكته ومن يرضيه فإني أرضيه يوم القيامة.